وفتحت البوابات مشاهدينا الكرام على بركة الله لتنافس الجهاد والأبراز إنتاج عمر الأربع سنوات في الشوط الثامن على مسافة 1650 متر على هدية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات سيارة فورد مونديو أمبيانتي موديل 2008 إضافة إلى مبلغ 60,000 ريال. ومن يبدأ الانطلاقة في هذا الشوط المذهل يحاول مع محاولات وهجسمة ليبدأ الانطلاقة بنصف رقبة الآن مع دخول الآن ورد هيفا الآن للتنافس والتقدم. الآن وردة هيفا تتقدم للمرتبة الأولى وهجسمة في المرتبة الثانية والمحاولات تأتي من وراك المرتبة الثالثة. ناعمة الأطراف تأتي إلى المرتبة فزاز يأتي إلى المرتبة الرابعة في هذه اللحظات والمذهل يحاول الوصول إلى مركز متقدم في المرتبة الخامسة. وريك يتقدم إلى المرتبة الرابعة وفزاز يجد طريقا سالكا ما بين كل من وهج السماء وأيضا وردة هيفا من الداخل وفزاز يبدأ الانطلاقة الآن والتقدم. فزاز في المركز الأول ومحاولات تأتي من عطى الغالي من الخارج الآن تقترب الجياد من أخذ المنعطف الأخير لها في هذا الشوط. وردة هيفا فزاز والمحاولات محاولات من بقية الجياد في هذا الشوط مشاهدينا الكرام وأيضا كافور الذي يسعى أيضا مع محاولات محتار والله للتقدم الآن والتنافس يشتد أكثر فأكثر. من يحسم هذا الشوط؟ محتار والله من الداخل وكافور من الخارج. محتار والله كافور محتار والله كافور محتار والله يحسمها بكل اقتدار. محتار والله من نسل نايف والأم الفارغة.